عزف السلام الوطني الفلسطيني، ثم تليت قراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم علت الأصوات من أجل الدولة المنشودة في ذكرى إعلان الاستقلال، كل ذلك عندما تجمع أبناء الجالية في مصر. نحن اليوم أبناء الياسر، أبناء الشعب الفلسطيني، نردد من بعده ونؤكد ونقول أن القسم هو القسم والعهد هو العهد، أن نستمر على ضربه، ضرب الشهداء بقيادة أخيه فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن. أدعوكم لقوة الرابطة بين الشهيد والاستقلال، لأن الشهيد صانع الاستقلال، أن تكون مناسبة وذكرى واحدة، ذكرى بطل الاستقلال ياسر عرفات. الطالب والعامل والمرأة جمعتهم سفارة دولة فلسطين وحركة فتح ومؤسسة الشهيد ياسر عرفات، فتسابقوا لإحياء مناسبتين وطنيتين بذكرى ياسر عرفات، نصير النساء، نصير المرأة الفلسطينية، نستذكر مواقفه الصلبة. الجميع أكد أن إعلان الاستقلال الذي أعلنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات شكل منعطفا هاما ومصيريا في تاريخ قضيتنا. يعني ياسر عرفات هو الإرث التاريخي الذي صان الحقوق والمكتسبات للشعب الفلسطيني، ونقل قضيتنا بكوفيته إلى ثورات وأحرار العالم. مصر التي كانت ولا تزال تحمل الهم معنا وتشاركنا أحلامنا وأملنا في تحقيق الحرية واستقلال دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. الفنان محمد الديري بريشته بدأ رسم فلسطين والقدس والسلام، لكنه أبهر الجميع بتحويل هذه اللوحة إلى صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات، رجل بحجم وطن. لم تغب شمس الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي زرع بذور مشروع الدولة وأعلنها، وترك لأبنائها الاستمرار في بنائها. من القاهرة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.